حبيب اسكو تعرفوا الاستوديو نينجا تيوري؟ يا سلام، ما هذا المطور هذا لي جوستمون استحوذت عليه شركه مايكروسوفت في 2018، بصح من قبل كان يدير واحد لي سوبر جو لازم نشوفهم في هاد لا فيديو ليتس بلاي بوين اوفيسيال. قبل ما نقلع شوفوا برك معايا هاد لي سيكونس هادو باسكو نعاودو نحكيو عليهم ومن بعد شوف معايا. كان جوزو هيفلني سوارد رابيدمون خويا لو جو اللي نقدر نقولوا باللي هو بالك لوريجين تاع مشروع البلاد اللي صدر من بعد. اون توكا في هيفلني سوارد كانت حصريه بلاي ستيشن رقم 3، صدرت في سبتمبر 2007. كما تشوفوا التكنولوجيا المستعمله فري او بوين، لانيماسيون فاسيال تاع الاوجه فري شابه، لي ديكور خويا حطه بيان ستيلي، ولي كومباش والمعارك ديناميك. لازم تعبز على شو السيريه تاع لي بوطون باش دير دي كومبو سوبر سينما كيفاش يقولوا اون طون ريال باللغه الفرنسيه. هيفلي سوارد كان فريمون صقله تكنيكيه على البلاي ستيشن 3، وشغل كانوا فيه بزاف هذوك لي كيو تي او لي كويك تايم ايفنتس، معناتها تعبز على القفله وبون مومون باش ديرلك انيماسيون شابه. وشغل من داك حنا كنا ما على بالناش رانا نلعبوا ولا رانا في سينيماتيك. اون توكا هيفلي سوارد حاز على جائزه اووردز تاع احسن لعبه بي اس 3 2007. جزء المشروع الثاني Unslaved Odyssey to the West. أنا عم سيدي كيف كيف من تطوير نينجا تيوري. باركونت هاد الخطرة لعبة ملتي بلاتفورم، معناتها صدرت على البي سي، حاسوب الشخصي، بلاي ستيشن رقم 3 وإكس بوكس 360 5 أكتوبر 2010. لعبة كيما راكو تشوفو شغل لي زانسبيراسيون تاعها باينين، دراغون بول، عندك هاد لو غوا دي سانج، لو غوا سانج خويا، عندو الباطون تاع سون غوكو، عندو مام نواج ماجيك لي يطير عليه، لي سيكونس فري شابين، عندك ماريكان شغل بوست ابوكاليبتيك، لي ديكور فري كبار والكاميرا تبعد، وعندك دي سان داكسيون كيما انشارتد. اللعبة نت ان سوكسي شغل خفيف وظريف، سورتو كريتيك. انا اون توكا كملتها كاع ومادا بيا فريمون نعاود Unslaved Odyssey to the West. نروحوا ل 2013 هاد الخطرة مع دي ام سي ديفل ماي كراي. الجو هذا تعرفوا انتوما كاع لا ليسونس لا ساغا ميد ان كاب كوم. تري بيان خلاص، ديفل ماي كراي بكري كان يتخدم عند جوابنا، بصح هاد الخطره شغل كابكوم حبوا كيش يقولوا حنايا يديلوكاليزي ويبدلوا شويه العجينه، راحوا عند نينجا تيوري بيان سور. وخدمتي بالك تقول ريبوت، ريبوت تاع ديفل ماي كراي. دونك هنا فيرسيون جديده، ستيل جديد، ديزاين جديد تاع دونتي لي شغل الى روسي بزاف لي كريتيك هذاك الوقت، بصح ليستوار كانت شابه مع خوه فيرجيل لو فرير جومو ديالو. ان توكا لي ديكور سوبر شابين اورغانيك ويبوجيو بزاف، راك شايف. قالك هذاك الوقت لي ديفلوبر المطورين قالوا باللي كانوا يفواجيو بزاف في ليسبان ومدن اوروبيه باش خدموا كاع لي ديكور هادو اورغانيك تاع دي ام سي. ان توكا نينجا تيوري فريمون بروفابلي يعرفوا يديروا لي جو شابين ستيلي ديكور حتى، ومام كيما نقولوا حنا لي كومبا، لي كومبو سورتو فري انتيك في دي ام سي. ليستوار كيما قلت لكم مع فيرجيل شابه، والفينال كومبا فينال خويا مع البوس الاخر سبيكتاكولار، ما نقدرش نوري في هذا الفيديو باش جوستومون ما نسبويليش. ودوماج كيما درناها في ليتس بلاي الحصه اللي فاتت، DMC كان parmi les jeux mal vendus pourtant vrai chbab. In this waking nightmare where all dreams come true you searched for control. عن جزء دوكا 2017 خويا في السخانة في الصيف خويا 8 أوت صدر
هيل بليد سانوا ساكرفايس على البلاي ستيشن رقم 4 وبي سي، وكان ذاك الوقت حصريات كونسول سوني لمدة سنة. But in darkness they came through stormy black seas they raided these shores. اللعبة هذه نالت Game Awards for the Best Performance للممثلة ميلينا اسمها دي جورجنس، وكما راكم تشوفوا هاد لاكتريس هذه اللي دارت شغل لي زانيماسيون تاع الوجه فاسيال ولا ميم تاع لو كوربس كي كانت تونطريني في لي كومبا مع نوطين سبيسياليزي في هاد الشيء هذا يعلمها لي مانيمون تاع الاسلحه تاع هذاك الوقت. هل بليد سنوا ساكرفايس واللي يحكي قصه تاع البيرسوناج ني شغل عندها بيرتورباسيون شايف في مخها، عندها حكايه واحده اخرى ان توكا سينوا شغل لانيماسيون تاع وجهها سورتو كريون دو فيريتي كيما قالوا الاخر، ولازم تستعمل كاسك خير ستيريو ولا بينوغال باش شغل تسمع هذوك الاصوات هذوك اللي يجيوها من اعماق البحار. لو جو فيه 8 سوايع برك ديوري دفي ويستعمل انغين انجين هذاك الوقت، وكان دوبلو ا كانوا 80 شخص خدموا على هذه اللعبه ونال سوكسي كريتيك وكوميرسيال. وهنا نينجا تيوري بروفا وحاجه باللي شغل ساسي راه يكون غاشي بزاف اللي يخدم على لو جو ويطول في الداف تاعو. نو 80 مطور ديزاينر سيناريست شغل يكفيو باش يديروا خدمه فري شابه. قبل ما نجوزو بيان سور السانوا ساغا البليد رقم 2 لازم نحكيو على تاميم اونتانياديس. هذا شكون هو؟ هذا هو شغل كيش يقولوا حنا السيرفو المخ تاع نينجا تيوري من الاخر. راهو كوفونداتور تاع استوديو اللي خرج في 2000 في شهر مارس. هاد استوديو هدايا شغل كيما قولكم عنده لابات ارتستيك ديالو ويعرف يكتب القصص. وتاميم اونتانياديس كان كوفوندر وكان هو ديريكتور كرياتيف وسيناريست تاع كاع لي جو اللي خدموهم او سان دو استوديو تاع نينجا تيوري. ولسوء الحظ ديميسيونا هاد اليامات قبل ما يخرج داير كيش يسميوه سانوا ساغا البليد رقم 2. الحين نحكيو عليه توت سويت. دونك لا سويت هادية شفناها لأول مرة في الفيديو جيم اووردز 2019 جافيل سبنسر كالعادة قلتها شحال مخطرة ورانا ديمو تكنيك تاع الغين انجين رقم 5 على الاكس بوكس سيري اكس. شفنا لانيماسيون فاسيال تاع سينوا وشفنا فيديوهات واحد اخرين من بعد اللي طولوا باش خرجوا وراونا مثلا شغل ليكيب تاع نينجا تيوري كيفاش راحوا لاوروبا لا نورفاج كذا باش ياخذوا الاصوات باش ياخذوا هذوك لي اس اف اكس في لي غروت كذا باش تكون باش يصوروا مثلا لي تيكستور او ريزولوشن باش يستعملوا كيما نقولوا حنايا تكنولوجيا لا فوتو غراميتري و بيان سور انغين انجين رقم 5. دونك راح يكون جو فري شباب وستيل راه نستناو فيه بزاف يخرج 21 مايو. كان هذا بون لانستون اخر لعبه تاع الاستوديو نينجا تيوري لي فريمون يعني ان شاء الله يمشي بيان ويدخل في دراهمو باش الاستوديو هذا يقدر يكمل المشوار ديالو. فوالا الحبايب كانت هذه فيديو خفيفه وظريفه على كيش يقولوا حنايا السي في تاع لو ستوديو نينجا تيوري. العاب فريمون ستيلي خدموهم هاد ستوديو المطور. بيان سور نعطيكم بالك موعد 21 ماي 2024 على اكس بوكس سيري اكس اس والبي سي باش نلعبوا سانوا ساغا البليد رقم 2. كان معكم شافت، يلا تربحوا ونتلاقاو على هداف بالجمعه ولا في مواقع التواصل الاجتماعي تاع سبلاي بوم اوفيسيال. سلام تشاو. وما تنساوش تابوني ولا شين يوتيوب تاعنا لسبلاي بوم اوفيسيال وتبروفيتيو من لي ديرنيير فيديو جيمنج سينما و بوب كولتور.